أثابكم الله. هذا سائل يقول أن وضعه الصحي يستوجب عليه وضع قطرة في العين أثناء الصيام، وقد يصل طعمها إلى الحلق، فما الحكم؟ إذا كان يصل طعمها إلى الحلق لا يلاحق، خليها في الليل، إلا إن كان صار مريض. إذا كان مريض من العين أو من المريض رخص الله له بالإفطار، يتعالج ويقضي هذا اليوم. أما إذا كان إنه ما هو ضروري وضع القطرة في النهار يضعها في الليل يأجلها. نعم.